نرحب بحضراتكم مرة تانية. طلابنا في مدارس العلوم والتكنولوجيا شرفونا الحقيقة وحققوا مراكز متقدمة في أكبر وأهم مسابقة عالمية بتقام في الولايات المتحدة الأمريكية. المسابقة هي مسابقة آيسف الدولية للعلوم والهندسة واللي أقيمت في مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأمريكية. طلابنا حققوا مراكز متقدمة في مجال العلوم السلوكية، مجالات الكيمياء الحيوية والبرمجة ومجال الطب. النهاردة صباح الخير يا مصر، منورنا في الاستوديو نماذج شاركوا في هذه المسابقة، وكمان هنتعرف معاهم على دور التدريب العلمي اللي قامت بيه وحدة البرامج التعليمية في مكتبة اسكندرية مع الطلاب قبل انطلاق المسابقة. خلونا نرحب مع حضراتكم بالطلاب الفائزين معنا، أدهم محمد طه ومحمد أحمد عارف، الطلاب بمدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بكفر الشيخ. كمان مشرفنا ومنورنا المهندسة أميرة قطب، وهي رئيس وحدة البرامج التعليمية بالقبة السماوية بمكتبة اسكندرية. نورتونا وشرفتونا جميعا، والف الف مبروك. ونبتدي مع المهندسه اميره ونعرف الساده المشاهدين ايه قصه المشاركه في مسابقه آيسف الدوليه للعلوم والهندسه. اوكي، عايزه اقول في الاول بس ان هي قصه آيسف دي قصه طويله جدا، تبناها مركز القبه السماويه العلمي، يعني وحده البرامج التعليميه هي ترس صغير من منظومه كبيره، هي منظومه مركز القبه السماويه العلمي، واخذت على عاتقها من بدايات الامور خالص المسابقات اللي على هذا المنوال. مهمتها الأساسية في المجتمع السكندري، وبعد كده بدأت تكبر المهمة دي اللي تبقى المجتمع المصري عموما. فإحنا معنا أكتر من محافظة كمان تابعة للفير اللي بتقوده محافظة اسكندرية بقيادة المكتبة. المفترض أن المسابقة دي هي أكبر مسابقة على السكيل بتاع التعليم ما قبل الجامعي، بتقام سنويا في الولايات المتحدة الأمريكية على حسب الولاية، من سنة لسنة بتتغير. السنة دي كانت في لوس أنجلوس. مصر الحمد لله حصدت العديد من الجوائز، جوائز خاصة وجوائز جراند أوردز، الجوائز الكبرى والجوائز الخاصة. دور المركز المفروض في الأول كان من أوائل المؤسسات المصرية أو الأماكن المصرية اللي تبنت مسابقة بالسكيل ده وبالكبر ده. دخلنا فيها، بدأنا نعمل مراحل تصفيات. المسابقة بتعدي بمراحل تصفيات كتيرة جدا ومهمة جدا، من أول تصفيات للطلبة على مستوى مدارسهم، بعد كده الإدارات التعليمية، بعد كده على مستوى المحافظة، بعد كده فير ما قبل النهائي، بعد كده فير النهائي بيقوم في مكتبة اسكندرية مركز المؤتمرات بداخل مكتبة اسكندرية من كل سنة. وبعد كده بيتعمل للولاد كامب مهم جدا جدا بعد مراحل الفلتريشن، وخلاص الولاد جهزت وخلاص هنسافر. طيب تمام، اوكي، دول التيمز اللي هنسافر بيهم. طب هل اوكي هم كده جاهزين لمواجهه المجتمع الدولي؟ هل هم جاهزين؟ طلبه صغيرين في السن، طلبه يكاد يكون كل طالب فيهم ما خرجش بره محافظته، يمكن ما خرجش بره الحي بتاعه، ان هو يسافر مكان زي امريكا بعدد ساعات السفر دي ويقابل السكيل الرهيب ده من المشروعات. انت بتتكلم في جائزه بيتصرف عليها ملايين الدولارات علشان نوصل لان هم يطلعوا افضل افكار وافضل مشاريع على مستوى العالم مش على مستوى مصر بس. المكتبه تبنت ان هي تعمل كامب او معسكر تدريبي مقسم على جزئين. المعسكر ده مهمته الاساسيه اعداد الطالب من اكتر من اتجاه. الاتجاه النفسي، ان الولد او البنت تبقى مهيئه نفسيا لمقابله التغيير ده، لمقابله التحدي ده، للتعامل معاه، كيفيه التعامل معاه وفقا لعاداتنا وتقاليدنا ووفقا للمعطيات اللي هتقابلها هناك، وده بعد مهم جدا. البعد التقني، البعد التكنيكال، ان احنا بنجيب دكاتره واساتذه من الجامعه بنستعين بيهم علشان يبتدوا يدعموا الولاد في الجانب الفني والجانب التقني في كل مشروع على حسب احتياجات كل مشروع. البعد الاكاديمي، الكونتنت والمحتوى العلمي اللي الولد وصل بيه للمراحل النهائيه، هل الكونتنت والمحتوى العلمي ده جاهز الان على انه يتعرض ولا محتاج شويه تظبيطات، محتاج شويه تعديلات؟ كل حاجه بتتعمل، عايزه اقول لك باللغه المصريه الدارجه، يمكن من الابره للصاروخ، يعني من اول، زي ما بقول لك، من اول الشخص نفسه، الشخصيه نفسها، المهارات الشخصيه وكمان المهارات التقنيه، ازاي احنا بنغير في الكاركتر في الفتره دي، لحد يمكن اللينجويستيك ريفيجن، بحيث ان هو لما يعرض حتى البورد بتاعته ويعرضها ويبقى فيها انجلش ما يقولوش ان لا دي فيها غلطه كذا او ازاي اتعرضت كذا. every single detail بنبقى مركزين فيها مع الولاد، كل تفصيله صغيره وكبيره، عشان في الاخر هم مش تيم اسكندريه، هم مش التيم بتاع محافظه كفر الشيخ، مش التيم ده بتاع فريق بيمثل مصر، ده فريق مصر. فاحنا طالعين باسم مصر، والحمد لله. الحمد لله احنا من ساعه ما اشتركنا في المسابقه بقى فوق ال 13 14 سنه، الحمد لله كل سنه بنحصد جوائز سواء في الجراند اوورد او سبيشال اوورد. ده مجهود الحقيقه كبير جدا، مساعدة الشباب بقى دول، مجهود كبير جدا. بس يعني انا محتاجه كمان اسمع بقى من أكيد. يعني علمائنا الصغار. هبدا مع ادهم.
أدهم، الحقيقة أنه مشروع، يمكن واحنا بنتكلم قبل الهواء، مشروع اسمه في حد ذاته أو الفكرة اللي تقدمته بيها اسمها كبير قوي وتخضينا جدا. فاشرحها لنا، إيه الفكرة أو إيه المشروع اللي تقدمتم بيها للمسابقة؟ طيب، هو الموضوع في بداية الأساس إحنا لما جينا نشتغل على البحث بتاعنا قررنا إن إحنا نشتغل على الكرونيك ديزيز أو الأمراض المزمنة، بحيث إن إحنا نقدر نشوف إيه هي المشكلة اللي نقدر نساعد بها الأشخاص اللي عندهم أمراض مزمنة بصفة عامة، بحيث إنهم يقدروا يعيشوا في حياتهم يعني بطريقة أحسن. ففي أثناء بحثنا حاولنا نندرج في بحثنا شوية على إن نركز على الأمراض اللي فعلا محتاجة اهتمام أكبر من ناحية البحث العلمي. تمام، لحد ما اكتشفنا ركزنا على أمراض الكلى، ولحد ما لقينا المرض اللي هو الكلى الإسفنجية النخاعية. تمام، الكلى الإسفنجية النخاعية من أكتر الحاجات اللي شدتنا ليه إن هو مرض ملوش علاج. والسبب سبب المرض ده عامة غير معروف حتى الآن، وكل التقارير والأبحاث العلمية اللي شغالة على المرض بتأكد إن العلاج الوحيد ليه هو السيطرة على مضاعفاته. وده كان غرض بحثنا بقى، إن إحنا نحاول نشوف إيه هو اللي ممكن يساعد المرضى اللي عندهم المرض ده اللي ملوش علاج على إن هم يقدروا يسيطروا على مضاعفاتهم بحيث إن هم يعيشوا حياة أحسن. ومن هنا جه اسم مشروعنا، مزامنة نمط حياة مرضى الكلى الإسفنجية النخاعية. جميل. طيب، إحنا مشروعنا شغال على إيه؟ على ثلاث محاور. تمام، أول حاجة هو جزء تشخيصي، بحيث ان احنا جمعنا قاعده بيانات من الاشعات المقطعيه للمرض. تمام، بعدها دخلناه في نموذج ذكاء اصطناعي بيعمل تشخيص للمرض الدايجنوز عن طريق ان هو بيعمل سكان للاشعه، ومنها على طول يحدد المريض ده عنده المرض ولا لا بناء على الاشعه اللي هو قدمها. تمام، ده اول محور. تاني محور عندنا هو عباره عن جهاز احنا عملناه بيساعد في انه يتابع، يعمل مونيتور لليورين سالينيتي بتاعه المريض بشكل دوري. تمام، بحيث ان هو لما يكون عنده متابعه بشكل مستمر لحالته يقدر يطلع انستراكشنز، تعليمات المريض يمشي عليها بشكل مستمر، تطور من اللايف ستايل بتاعه بحيث ان انا نعمل لايف ستايل موديفيكيشن بناء على حالته. تمام، ثالث جزء هو تشات بوت. ساعدنا، كنا هدفنا برضو ان احنا المشروع بتاعنا يكون في جزء يعني شغالين في المودرن تكنولوجي والارتفيشال انتليجنس، الذكاء الاصطناعي. فدخلنا التشات بوت ده وهو متغذي بالداتا كل الريسيرش بيبرز اللي احنا جمعناها علشان يجاوب على كل الميديكال انكويرز اللي متعلقه بالمرض. تشات بوت عشان المشاهدين يبقوا فاهميننا اكتر، هي زي خلينا نقول منصه او ابلكيشن تقدر ترد على الاسئله تلقائيا من خلال المعلومات اللي انتوا غذيتوا بيها التشات بوت دي او المنصه دي، صح كده؟ اللي هو مجرد ما يسالوا اي سؤال متعلق بالمرض يجاوب عليه اجابه موثقه ومعتمده من الابحاث اللي احنا دخلناها. نروح لمحمد. ثلاث مراحل مهمين جدا، وكمان مرض مش منتشر بشكل كبير ومش معروف حتى عنه الاحصائيات، يعني احنا مين قد ايه مصابين بمرض او الكلى الاسفنجيه النخاعيه. حابب اعرف منك ازاي بقى مراحل العمل دي، اشتغلتوا ازاي مع بعض كتيم ورك كفريق عمل، وازاي استخدمتوا كمان تقنيات الذكاء الاصطناعي انها لتشخيص المرض ومساعده المريض كمان انه يتابع حالته، لانه مريض الكلى الاسفنجيه النخاعيه حالته بتتطور من وقت للتاني. اشتغلتوا ازاي كفريق عمل في الموضوع ده؟ هو اول حاجه كفريق عمل احنا بدانا من المدرسه، وبدا السكيل بتاعنا يكبر مرحله ورا التانيه. فاحنا اول حاجه بدانا من المدرسه، عندنا في المدرسه في جزء كده اسمه الفاب لاب. الفاب لاب ايه؟ الفاب لاب ده جزء فيه يعتبر كل التكنيكال سبورت اللي احنا ممكن نحتاجه في الحاجات اللي هي ليها علاقه بالكوميونيكيشن سيستمز والارتفيشال انتليجنس والحاجات دي. فاحنا بعد كده جمعنا، بعد ما جبنا فكرتنا والكلام ده كله، بدانا ان احنا نشوف ايه التكنيكالز اللي احنا محتاجينها والحاجات اللي احنا هنقدر نعمل بيها انهانس للبروجكت. فبعد ما يعتبر ظبطنا الثري فيتشرز بتوعنا اللي هم الجزء المسؤول عن الدياجنوزس والجزء المسؤول عن التراكينج والشات بوت بالظبط، بدانا بقى ان احنا نكبر السكيل بتاعنا، بحيث ان احنا اول حاجه رحنا على كليه طب في جامعه كفر الشيخ، وتعاملنا مع دكتور طه اسماعيل عميد الكليه هناك، بحيث ان احنا كنا عايزين نوصل او ناخد اكسس للعيادات اللي موجوده هناك، نبدا ان احنا نفهم اكتر عن المرضى اللي موجوده عندها مشاكل في الكلى. شفتوا المرضى وتقابلتوا معاهم بالظبط يعني. وبدانا بعد كده ان احنا نعلى بالسكيل اكتر، اللي احنا رحنا مركز الكلى في المنصوره وتعاملنا مع دكتور محمد غنيم. وعرضنا عليه البروجكت بتاعنا، وهو شبه قيمه لان هو احنا البروجكت بتاعنا يعتبر في مجال مش معروف قوي في مصر، وهو المدلر سبونجي كيدني، بحيث ان هو ايه اغلب الناس اللي عندهم مدلر سبونجي كيدني او الكلى الاسفنجيه النخاعيه مش عارفين ان هم عندهم المرض ده، بحيث ان هم بيفكروا ان هم عندهم مثلا شبه حصوات في الكلى، وهم بعد كده بيكتشفوا ان هم عندهم المدلر سبونجي كيدني. وبدانا بعد كده بقى شبه الموضوع بقى بدا يوسع اكبر، اللي احنا كلمنا مريضه دي من فلوريدا اسمها وينسلو ديكسون، وعرضنا عليها البروجكت بتاعنا،
وقلنا لها ايه الكلاسيفيكيشنز والفيتشرز اللي احنا بنقدمها، وهي في الاخر ادتنا شبه سبورت ليتر بالبروجكت وان هي مستنيه ان هو ينزل على ارض الواقع. فبس فبعد كده احنا يعتبر شبه عملنا اول AI موديل مسؤول عن الدايجنوزس عامه او التشخيص بتاع امراض الكلى، خاصه ان المرض بتاعنا اللي هو مدلر سبونجي كيدني، بحيث ان هو ما كانش فيه شبه داتا سيت موجوده قبل كده على المرض ده، واحنا اول ناس نرفع الداتا سيت دي على موقع اسمه كيجل. وبالنسبه للتراكنج سيستم او الجهاز اللي هو بيتتبع الحاله، احنا يعتبر جمعنا انستراكشنز او شبه ارشادات، الارشادات دي بتختلف من المريض التاني بحيث ان هي بتجمع الداتا اللي عنده القديمه وتبدا بقى شبه توظفها عن طريق اليورين سالينيتي بتاعه المريض، بحيث ان هو مثلا نفترض ان هو بقى عنده رقم افتراضي 500 بي بي ام مثلا. فهو هيبدا يقول له ان انت المفروض مثلا هتشرب ميه من مثلا 2 لتر ل 4 لتر، وهتقلل مثلا نسبه الصوديوم وهكذا، نمط الحياه الصحي اللي هو محتاجه بقى بالزبط. حسب تحاليله. انا يعني الحقيقه يا باشمهندسه انا بحييكي انه حتى مهارات فعلا التواصل والثقه في النفس هما بيتكلموا بالزبط. انا مبهوره بيها الحقيقه. احنا بنتكلم على طلاب في مدرسه بدون خلفيه طبيه، ان هم قادرين يكلموا بهذه الثقه وعندهم مصطلحات كمان طبيه، يعني انا بحييكي الحقيقه. ويمكن في اكيد ده وراه مجهود كبير جدا. انا هرجع لحضرتك في النقطه دي، لكن عايزه اروح لادهم لان هو قال حاجه كده في النص وهو بيتكلم على مراحل البحث. انت قلت عملنا جهاز، مين احنا، مين عملنا وعملته ازاي؟ طيب هو احنا انا وزميلي محمد عارف عملناه في الفاب لاب، جزء الفاب لاب متخصص في المدرسه. طب ايه هو الفاب لاب عامه؟ هي اختصار لكلمه فابريكيشن لابوراتوري، هو معمل التصنيع. معروف عن طلبه مدارس متفوقين لمدارس ستام انها بيكون ليهم شبه كل سمستر او كل ترم بيكون ليهم بروجكت بيعملوه بيطبقوا، عباره عن هو بيحلوا مشكله من مشاكل مصر الكبرى اللي هي الايجيبت جراند تشالنج، عن طريق ان هم يطبقوه في بروجكت. البروجكت ده بيتم تنفيذه في معمل التصنيع اللي بيكون مجهز باحدث الاجهزه واحدث المعدات اللي تقدر تساعدهم ان هم يطبقوا فكرتهم على شكل بروتوتايب او موديل يقدروا ينفذوا بيه مشروعهم. وطبعا بيكون جوه كل فاب لاب في كل مدرسه من مدارس ستام بيكون في مهندس بيتعامل مع الطلبه بشكل دايركت وبيفضل متابع معاهم مشروعهم. يعني احنا عندنا مثلا في ستام كفر الشيخ عندنا مهندس السيد رشوان، هو كان متابع معانا المشروع، نوجه له تحيه طبعا. طبعا يعني هو فعلا كان ساعدنا في الجزء بخصوص الجهاز. هو كمان ادانا شبه سبورت ليتر برضه بيدعم ان فعلا الجهاز ده ممكن يكون ابليكابل للمرضى، وكمان ممكن يساعدنا ان هو يحوله لبرودكت يكون في جزء البيزنس موديل اكتر من كمان، يعني هو يقدر يتنفذ على ارض الواقع. طب ازاي بقى حصل التواصل من كفر الشيخ هنا الاسكندريه لمركز القبه السماويه، وحضرتك مسؤول عن وحده البرامج التعليميه فيها؟ ازاي تم التواصل معاهم وايه اللي بتقدموه ليهم من مساعده تقنيه من دعم عشان المشروع يخرج للنور زي ما احنا شفنا ويكسبوا يعني مركز من المراكز المتقدمه في ايسف؟ هقول لحضرتك نبذه بسيطه عن الكومبيتيشن ماشيه ازاي. الكومبيتيشن مقسمه مصر لتو ريجنز، اي جي 1 واي جي 2. كل جزء منهم مسؤول عن مجموعه من المحافظات. فاحنا اي جي 2 بيبقى له فير دايركتور اللي هو عندنا هتبقى مهندسه هناء حسني اللي هي مدير مركز القبه السماويه العلمي. اي جي 2 مسؤوله عن عدد من المحافظات، 7 محافظات غير محافظه اسكندريه. فمن ضمن المحافظات اللي احنا مسؤولين عنها محافظه كفر الشيخ، وبالتالي بتبقى مسؤوليه التيم المسؤول عن اي جي 2 يتابع كل مراحل التصفيات في ال7 محافظات. ال7 محافظات اللي هي غربيه، دقهليه، كفر الشيخ، بحيره، مرسى مطروح، دمياط، اسكندريه. بنتابع كل المراحل دي، في منسق للمسابقه دي داخل كل محافظه احنا بنتابع معاه من دي 1 زي ما قلت لحضرتك في الاول، سريعا تصفيات المدارس، الادارات، المحافظات. يعني المدارس هي اللي بتشترك في هذه المسابقه، بتشترك دايركتلي وحضراتكم بتتابعوا معاها، واحنا بنتابع التصفيات. وفي كرايتيريا للتحكيم وكرايتيريا للانتقال أكيد. من مرحله لمرحله او منهجيه عشان الجمهور للانتقال من مرحله لمرحله. بيبتدي يجي لي الطالب، انا بتابع كل مراحل الانتقائيه دي، بعدين بيجي لي طالب في مرحله ما قبل النهائي، عاده بتعقد في شهر فبراير وبتبقى في مكتبه اسكندريه في مركز المؤتمرات.
بعد كده بتبقى زي ما قلت لحضرتك المرحله الفاينل. وانس ان احنا وصلنا للمرحله الفاينل بتبقى عدد البروجكتس عندنا قلت. طبعا احنا بنبقى بدانا بالاف المشاريع بنبتدي نقلل بنوصل لست مشاريع. بيمثلوا المحافظات يعني. بيمثلوا محافظاتهم وبيمثلوا مصر في الاخر. الست مشاريع دول بقى هم اللي بيتعامل عليهم الكامبين المشدده اللي انا كنت بقول لحضرتك عليها، ما بين برزنتيشن سكيلز، ما بين تكنيكال سبورت، ما بين كونتنت المفروض يتجهز بطريقه معينه. دكاتره الجامعه بتبقى سبورتيف جدا، يمكن هم ذكروا اكتر من جامعه راحوها. بتبقى مسؤوليه المكتبه مسؤوليه مباشره، توفير كل الخطابات الرسميه اللي تسهل على الولاد دخول المعامل او فتح المعامل. في بعض الاحيان بيتم دعم كمان جزء من المواد اللي الولاد بتشتريها بشراكه طبعا مع مؤسسات تانية. فدور المكتبه بيبقى مش بس في الست مشاريع اللي وصلوا للفاينل، احنا دور المكتبه من داي 1 في كل مشروع دخل، لان المشروع اللي دخل وما حلفوش الحظ او ما كانش وفق للمنهجيه بتاعه اختيار السنه دي وارد قوي ان يجي لي السنه الجايه ويجي لي اللي بعدها. فانا ببيلد استراتيجي لونج تيرم بروجرام بشتغل عليه من سيزون لسيزون من سنه لسنه، وبتفضل عينيا على الولاد اللي كانوا معانا السنين اللي فاتت ومكملين، سبيشالي ان هي ليها سن المسابقه. فالولاد اللي هيبقوا معانا خلاص ان شاء الله هيدخلوا الكليه هيبتدي الاصغر منهم يعني لسه قبل التعليم الجامعي يعني ما قبل الجامعي. وبيبقى فيهم منتورز يعني لسه واحنا قاعدين بره في كنا بنتناقش ان هم عايزين يبقوا منتورز كمان ويساعدوا البروجكتس الجديده اللي طالعه ما شاء الله. بالظبط. فانت حاجه قويه جدا. هي مسج انت مش بس فكره المشاركه ومش بس فكره ان انت تجيبي جوائز، هي المسج نفسها ان انت مسؤول عن بلد. انت وصلت بس انت مسؤول عن بلد شخصيه، مسؤول عن فكره الاستثمار فيهم هم نفسهم قبل حتى الاستثمار في هذه الابحاث او المشروعات. بالظبط. ومركز القبه السماويه كان من اوائل الاماكن اللي تبنت ده، يعني هو بيقدم بروجرام ساينتفك بروجرامز للولاد من سن 4 سنين. مسؤول عن الاشتراك في نوعيات كثيره جدا من الكومبيتيشن زي كومبيتيشن ايسف، الكومبيتيشنز المسؤوله في الاريا بتاعت الروبوتكس، الاف ال ال كومبيتيشنز كتير قوي، لان احنا مهتمين بالجيل الجديد ان هو يبقى طالع قريب من الاريا دي، قريب من يعني ايه اثكس، يعني ايه اثكس علميه، يعني ايه تيم وورك، يعني الاخلاقيات. بالظبط. الاخلاقيات، لان هو ده اللي هيغير الدوله. وانا شايفه كمان ان الكام سنه الاخرانيين الحمد لله توجه الدوله كمان وتوجه الرئاسه بقت رايحه في الاتجاه ده، فكان ده كان برضو كان جزء من الدعم الكبير لينا. أكيد. يعني ان احنا نبقى مطمنين ان احنا ماشيين في تراك الصح. طيب ادهم ومحمد بقى، يعني انتوا سافرتوا مسابقه كبيره جدا، اكيد خفتوا شويه تخديتوا يعني. كلموني عن الاجواء اللي كانت هناك، يعني انتوا كنتوا خايفين ولا ما كنتوش خايفين؟ المشروعات او الابحاث اللي كانت موجوده، كمان ردود الافعال عن البحث بتاعكم لان هو مهم جدا، وزي ما قلت ما كانش موجود حاجه شبيهه ليه قبل كده. هو اول حاجه احنا كنا عارفين البروجكت اللي داخله من قبلها عن طريق فيرتشوال بوث. حلو. ففتره دي احنا دخلنا نذاكر البروجكت عشان نفهم احنا داخلين البروجكت الثاني. بالظبط، عشان نفهم انا بالظبط انا هلعب ازاي او هنافسهم ازاي. فلما دخلنا لقينا 81 بروجكت في الكاتيجوري بتاعتنا بس، فكان الموضوع صعب. والفكره ان لما احنا كنا بنبص البروجكتس كلها حلوه، فكان الموضوع صعب قوي. لغايه بقى ما رحنا هناك وبدانا ان احنا بقى جالنا حوالي 8 جادجز. تمام. فاحنا بقى بعد ما بدانا نتناقش معاهم 8 آراء يعني. بالظبط. فبعد ما احنا اتناقشنا معاهم والكلام ده كله، لقينا ان البروجكت بتاعنا يعتبر كان مميز بالنسبه لهم هناك، وحوار ان احنا يعتبر ماسكين الموضوع كريسيرش من ناحيه الريسيرش ومن ناحيه التكنيكال كمان. لان احنا شبه ما قلنا في جزء البروتوتايب احنا عاملين شبه ديفايس ده بيتراك البيشنت كونديشن عامه طول ما هو عايش. فهم كانوا يعتبر شبه اللي هم مش عارفين يشوف البروجكت منين، عن طريق ان هم يمسكوا جزء الريسيرش. لقينا عاملين ريفيو اوف ليتريتشر وعاملين شبه سيرفي وحاجات ليها علاقه بالمرضى، ويمسكوا الجزء التكنيكال يلاقوا ان الاي اي والداتا سيت اللي احنا عاملينها والتراكنج سيستم والشات بوت وكل الحاجات دي متظبطه. فده يعتبر اللي ادانا ادفانتج على ناس ثانيه. انتوا ما دخلتوش ببحث، انتوا دخلتوا ببحث ودخلتوا بحل. بالظبط. فبالتالي فاحنا كنا عاملين شبه يعني يعني واحد من الجوجز. انتوا قدمتوا مشروع مش بحث. انتوا دخلتوا بمشروع متكامل الاركان ما شاء الله. في واحد من الجوجز قال لنا يعني قال لنا جايز يو لايك يو هاف دون 5 بروجكتس ان 1، يعني انتوا عملتوا شبه 5 مشاريع في واحد بس. فهو ده كانت من الحاجات اللي احنا يعتبر ادتنا شبه ثقه في الاول ان احنا ان شاء الله نجيب حاجه، والحمد لله يعني. طب نختم مع ادهم، وقول لي بقى المشاركه دي غيرت في شخصيتك ازاي؟ يعني ازاي بعد ما انت شاركت في ايسف ايه اللي اتغير في شخصيه ادهم؟
هو في الحقيقه انا كان دايما حاجه بتواجهني عامه، انا كان بيبقى عندي رهبه من الوجه. من وجه بصراحه يعني كان دايما انا سواء معايا حاجه كويسه ولا كنت بخاف ان انا اوجه بيها حد، لان كان دايما بقى عندي اعتقاد اللي قدامي ده ممكن يكون احسن مني، اللي قدامي ممكن يكون عنده امكانيات او مدعوم اكتر مني، فانا بشعر بالقلق. بس يعني لما انا عديت بالتجربه دي وقصاد دول كتير جدا شاركت، وخصوصا مسابقه ISF هي اكبر مسابقه دوليه للتعليم ما قبل الجامعه على مستوى العالم، وفيها اكتر من 100 دوله بيشاركوا على مستوى العالم، فوسط ان احنا ننافس كل الدول دي وخصوصا الكاتيجوري بتاعتنا كمان السنه دي كانت كومبتيتيف جدا، 81 بروجكت رقم كبير، فقصاد كل ده ومع كرم ربنا لينا واننا نحقق حاجه شبه دي، فده اداني ثقه ان انا ممكن اغير حاجه في يوم من الايام. هي احنا فخورين بيكم جدا، شيء مشرف فعلا ان يكون عندنا نماذج زيكم موجوده، وحقيقي مش بس بتكلم على الجانب العلمي لكن على الجانب الشخصي. انت قاعد قدام بجد ولاد اعمارهم صغيره، وانا اسف ان انا بقول ولاد يعني علماء الحقيقه، سنهم صغير، عندهم ثقه في نفسهم كبيره جدا، عندهم حتى يمكن شغف باللي بيقدموه، عندهم حب حتى لبلدهم ان هم يقدموا صوره مشرفه، شايلين المسؤوليه دي من هم سنهم صغير. فانا حقيقي فخوره ان انتوا معانا النهارده في صباح الخير يا مصر، وفخوره بيكم جدا، وبشكر حضرتك طبعا باشمهندسه، بنشكر طبعا ادهم محمد طه ومحمد احمد عارف طلاب مدرسه المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بكفر الشيخ، كمان باشمهندسه اميره قطب رئيس وحده البرامج التعليميه مركز القبه السماويه بمكتبه الاسكندريه، نورتونا. شكرتونا وشرفتونا والف مبروك، ودايما كده في انجازات وتشرفوا اسم مصر في كل المحافل العلميه.